إذا يعني فيروس كورونا رولا لا شك في أنه هو الخبر الأبرز في العالم الذي يتتبع هذه الحالة واحتوائها وتأثيرات مباشرة على البشر والحجر والاقتصاد بطبيعة الحال. البشر والحجر وعلى النفط، وبالتالي الطلب العالمي سيتأثر من أكبر مستهلك، تقريبا ثاني أكبر مستهلك في العالم السوق الصيني، وتأثير ذلك على أسعار النفط. كل ذلك أنه طبعا نحلله مع ضيفنا السيد رائد الخضر وهو رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا سيد رائد. في الحديث عن حقيقة مدى تأثير مخاوف تراجع الطلب الصيني على النفط، هل ستقوض فرص أوبك بلس في أن تخفض الإنتاج وبالتالي سنرى المزيد من تراجع أسعار النفط؟ يعني فقط نذكر اليوم كان في عنا نوع من الارتداد للارتفاع. طبعا نحن نرى أن الأسواق تتفاعل مع أو تنتظر من أوبك أن يكون هناك نوع من التخفيض الجديد بحوالي 500 ألف برميل جديدة. طبعا ذلك بنتيجة ضغط من روسيا وبنتيجة ضغط من فيروس كورونا، حيث امتداد ضغط هذا الفيروس على الأسواق وعلى الصين تحديدا وإضعاف الطلب وإنهاك بهذا الشكل سبب ضرورة اللجوء لتخفيض جديد في الإنتاج من أوبك بلس، وعلى ذلك استدعى الأمر أن يكون هناك جهود متواصلة. النفط يفقد مستويات $50 للبرميل مجددا خلال التعاملات اليوم، بنتيجة أنه في عندي ضغط حقيقي على هذا على النفط تحديدا بنتيجة ضعف الطلب، وجود وفرة المعروض، وكذلك آفاق أن يكون الأثر سلبية لفترة ممتدة من الصين. الصين اللي هي ثاني أكبر مستهلك للنفط والذي من المتوقع أن يتراجع أو تراجع فعليا طلبها بحوالي 12% إلى وصول 17% تقريبا على النفط بنتيجة فيروس كورونا ونتيجة انتشاره بشكل كبير وعدم السيطرة عليه وتوقف المصانع، وبالتالي ذلك شكل عبء إضافي. نحن نتحدث عن مجموعة من العوامل استدعت إلى ذلك. نحن نتحدث عن أن الصين أغلقت مصانع، هناك restrictions على الطيران أو حدود وقيود على الطيران الداخلي والخارجي، أيضا يوجد هناك تمديد لافتتاحات الشركات الكبرى، يعني هناك لا تزال في العطلة حتى الآن. كل ذلك يضغط أكثر على قطاع الأعمال وقطاع الأسواق في الصين وعلى النفط بالطرف الآخر. نعم رائد، يعني هناك بعض الشركات العالمية الكبرى تأكد إصابتها بالفيروس، أبل، تسلا، هيونداي، تويوتا، كيا، يعني شركات السيارات يبدو أن مناعتها ضعيفة. على كل، ما هي تأثيرات كل ذلك على الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد العالمي؟ متأثر ببرنامج مشاركة. نعم صحيح. صحيح. اليوم حلقة في مشاركة. نعم لذلك. نعم الاقتصاد العالمي أيضا متأثر بكل هذه الضغوط. طبعا الاقتصاد العالمي يتأثر بشكل كبير جدا بهذه البيانات. كما تحدثنا الصين ليست إلا ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 19% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتالي إذا عطست الصين يمرض الاقتصاد العالمي ككل. وبالطبع هذا نراه حاليا في يتجلى في الواقع الحالي للاقتصاد العالمي الذي يتأثر بشكل كبير. نحن نتحدث عن إمكانية تراجع في نمو الاقتصاد الصيني إلى مستويات 5.4%، وذلك سيرتد سلبا بحذف حوالي 0.5% من معدلات النمو العالمية. حتى الآن هذه هي التقديرات المبدئية إلى الأثر السلبي. الشركات كذلك الأمر، الشركات العالمية متأثرة بشكل كبير. إذا تحدثنا عن شركة أبل فهي تؤجل افتتاح المصانع حتى 10 فبراير، إذا تحدثنا عن هيونداي أيضا تعلق إنتاجها في كوريا الجنوبية، نتحدث عن تسلا كذلك الأمر التي أغلقت مصانعها في الصين وأكدت على تأثر الأرباح التي ستتأتى في الربع الأول من العام الحالي 2020. كذلك لدينا تاتا موتورز ولدينا أيضا تويوتا، جميعها شركات عالمية متأثرة بشكل كبير، والإمباكت الخاص بها أو التأثير تبعها على الاقتصاد العالمي كبير جدا، وهم مستهلكي النفط حقيقة في الواقع الراهن. لأنه نحن لما نتحدث عن الانترناشنال كومبانيز أو الشركات العالمية فهي متوزعة في عدة دول في العالم، وهي الطلب الحقيقي يقع
تقع على هذه الشركات. إذن الصين يمتد أثرها السلبي بفيروس كورونا إلى الاقتصاد العالمي ككل، ويستدعي بلا شك تدخلات من منتجي النفط الذين يعانون من وفرة في المعروض وقلة في الطلب حاليا. طيب سيد رائد، يعني بحكم يعني عملكم والاستثمارات التي تديرونها، يعني من وجهة نظركم هل بالفعل هذه الأزمة يعني تجد أنه مثلا قسم إدارة المخاطر يصنفها بأنها عالية المخاطر؟ الصوت غير واضح، هل تسمعني الآن سيد رائد؟ نعم أسمعك الآن. طيب سؤالي يعني كشركات تدير محافظها وكذلك استثماراتها، بالنسبة لإدارة المخاطر هل تجد أنه هذا الخطر حقيقي وبالتالي بدأت فعلا تخفف من حيازتها لأي من الاستثمارات المنكشفة على فيروس كورونا؟ إدارة المخاطرة في وضعها الراهن يعني في منطقة حرجة، لأنه نحن نبحث عن التقلبات الحادة في الأسواق لجني أرباح بما يتعلق بالمضاربة، وهذا الأمر من شأنه أن يكون له تأثير كبير في الأسواق. طبعا انخفاض الطلب وانخفاض إذن نشكرك ضيفنا سيد رائد الخضر، وأنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب.